احنا المشكله كلهم لا تتكلم بالسياسه الا اذا انت وزير ولا نائب، اذا فهمت قصدي. يا اخي ما انت قبل يومين ما كنت وزير، كنت من ربعهم اللي تقعد وياهم. لا وايضا ابو محمد اذا كنت مسؤولا في الدوله يعني وكيل او مدير او كذا، مالك حق تقول راي مخالف لراي مجلس الوزراء؟ يعني تستعبد رايك. لا تتكلم بالقضايا يذل المواطن. الخساره وما الخساره خلها للتجار، هم اهلها يتكلمون. يا اخي كلهم تحولوا الى قياصره. انت تعرف المثل عندنا مثل شبيه له حق داع لقيصر لقيصر، لا عط الخباز خبزه لو اكل نصه هم كلوا كل خبزنا. ولا هم خبازين؟ ولا هم خبازين؟ ولا هم خبازين اساسا. فهمت شو؟ هي هذا المشكله. انا ما اتكلم ليش لما قلت لك ابي مساله مشتركه. الشعب مسكين مظلوم. هي القضيه ان اللي يوصل يكون صاحب قرار من الشعب صار مثل صاحب القرار اللي بالحكم. ايوه وقف لي عند هذه. ابو محمد حولوا الناس، كان في مجلس حولوا الناس ابو سلمان الى ناس مو اصحاب قرار، ناس ما تقدر تتخذ قرار. لان يا اخي انا سويت مسلسل عن الاستفسارات رمضانية، شنو يمر عليك برمضان من مشاكل قولها للشيخ. صار لي 30 سنه مسوي المسلسل، للحين يسالون الشيوخ اذا طلع من ضرس دم افطر ولا ما افطر، افرش اسناني ولا ما افرش اسناني، رجعت افطر ولا ما افطر. موجوده في الانترنت، موجوده في الكتب، موجوده في المسلسلات، مع ان الله سبحانه وتعالى يذكر بكتابه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، ومذكور بالكتاب فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صرف عايش على فطرتك. ليه الحين الناس يسألون هذه حلال هذه حرام هذه يبون يضيقون الدين؟ طيب مو بالدين، انا قصدي انا برجعك على نقاط. انا قصدي ابو سلمان ان كل شيء قيس عليه حبيبي، مو بس انت الدين. انت عسر تصدق في الحوار شو اسوي من القهر؟ خلني كل شيء كل شيء لا تتكلم فيه. خلني علشان يخلون الناس مجرد مساكين. بس طيب سووا كذي سووا كذي.